عام 95، ومثل ما ذكرت هاي تاسع مباراة يقودها بين الزوراء والقوة الجوية. خالد محمد صبار، حيدر محمود، مازن، محمود كريم، محمد جاسم، محمود كريم مرة أخرى، محمود يتوغل واقفين، خرجت وضربة مرمى لصالح فريق القوة الجوية. تلعب الكرة محمود، هذا كاظم حسين، لكن تنقطع وتروح الى رمية جانبية لصالح الزوراء. حيدر محمود، تحويله، ضربة رأس من كاظم جودي، همام صالح، مرة أخرى لكاظم حسين، كاظم، والحكم ينطي فائدة وتروح إلى أحمد فضيل. كاظم حسين إلى أحمد فضيل، يخمد، ما زالت الكرة عنده، يلعب أكرم، والهدف الثالث، الهدف الثالث يضيفه أكرم عمار نوئيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة، يضيف أكرم عمار نوئيل الهدف الثالث. نتيجة كبيرة خلال الشوط الأول من المباراة للقوة الجوية على الزوراء، وأكرم عمار نوئيل يضيف في الدقيقة 45 الهدف الثالث بعد أن توغل أحمد خضير في منطقة الجزاء ولعب كرة ذكية إلى أكرم عمار نوئيل اللي قدر يلعبها إلى المرمى بكل سهولة. محرز الهدف الثالث لصالح فريق القوة الجوية. ثلاث أهداف للقوة الجوية مقابل لا شيء للزوراء. تلعب الكرة إلى أحمد راضي، محمد جاسم، كرة طويلة، واحنا نلعب بالوقت بدل الضايع من الشوط الاول من المباراة. ياسر عبد اللطيف، تحويلة عالية، تنقطع ضربة رأس من جاسم السوادي، يبعدها علي صغير، احمد قبير، ممتازة احمد، تألق في مباراة اليوم، والحكم يقول له العب، تنقطع من كاظم جودي من القوة الجوية وترجع لها احمد دحام. مرة اخرى تنقطع، كاظم جودي، وتنقطع احمد دحام. اليوم ما شفنا اندفع للامام، واجباته دفاعية اكثر مما هي هجومية، ودقيقة واحدة على الوقت الاصلي من المباراة. ضربة رأس، وبشار بينه وبين احمد راضي، يستلم الكرة احمد راضي، خطرها على مرمى القوة الجوية، احمد وخطرة ياسر، لكن يبعدها حيدر، يخلصها حيدر، وهما مرة اخرى يسيطر على الكرة، ترجع الى كاظم حسين، كاظم والى احمد دحام، تلعب الى اكرم عمانوي، احمد دحام الى اكرم، لكن قصيرة، تنقطع من خالد محمد صبار. هو هذا ياسر عبد اللطيف يستلم الكرة، تنقطع، علي صغير، علي، والكرة الى ياسر عبد اللطيف اللي يستلمها، ياسر، كرة طويلة، سهلة الى الحارس بشار عبد الجليل، سهلة الى الحارس بشار عبد الجليل. من المرحلة الثانية، واللي انتهى شوطها الاول بتقدم القوة الجوية بثلاثة اهداف مقابل لا شيء للزوراء، والاهداف سجلها احمد خضير في دقيقة 14 و22، واضاف الهدف الثالث اكرم عمار نوئيل في الدقيقة 45. والان احنا دخلنا في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني من المباراة، وفريق الزوراء اجرى تغييرين، اثنين من اللاعبين الشباب دخلوا،
هم عماد محمد اللي يحمل رقم 21 ومهند ناصر اللي يحمل رقم 16 بدلا من محمد جاسم ومحمود كريم، والزوراء بملابس البيضاء على يسارك والقوة الجوية بملابس الزرقاء على يمينك، والكرة الآن عد على مهند ناصر إلى عماد محمد. مهند ناصر مرة أخرى، موفق عبد الوهاب، محمود كريم وخطرها لكن يبعدها المدافع حيدر محمود اللي خرج بالدفاع. محمود كريم باقي، محمد جاسم وحيدر محمود خرجوا، والان بدا مازن عبد الستار يلعب بمركز الظهير الايمن، ومهند ناصر في المنتصف، وضرب الزاوية واول هجمة للزوراء خلال الشوط الثاني من المباراة.